اوكي حبايبي اللي مثل ما انتم شايفين يا اساطير واخيرا نزل عنا هون السكين الجديد شباب المنتظر وكلياتنا بس ولكن شباب انا تعبان انا تعبان كثير حبايبنا لانه بهذا السكين شباب نزل بحدث يعني بكره كتير يا زلمه كتير بكره هذا حدث. اوكي يا زلمه ترسو حبايبنا الكلام قبل ما نشد المقطع حبايبنا لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس تنسوا باللايكات وشيرات وبارتجات حبايبنا ليتس جو. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين انا هو هذا الحدث الرافعه يعني هذا الحدث اللي بجيب لي المغص ابدا يعني عن جد بجيب لي المغص من الصبح معلم. ومثل ما انتم شايفين فوق حبايبنا عنا الجوائز الموجوده شباب عنا هي الليتمد القديمه كثير صار يمكن اكثر من 3 سنين عنا العز وقف المايك لا شغل المايك او ثواني عن العز البرازيلي نفس الوقت شباب والسكين المعروف يعني شباب والله الصراحه شباب متحمس كثير لا 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 ندخل جرب بس ولكن شباب قبل ما نبلش يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم حبايبنا ومثل ما انتم شايفين شباب هون عندنا الصناديق السوبر اوكي وين هذول الاشياء الموجوده بالصناديق ندخل لهون طبعا بكل الصناديق الموجوده يا حبايبنا طبعا هذا الصندوق اللي عادي شباب مثل ما انتم شايفين تحت شباب موجود فيه تقريبا كل الاشياء العاديه يعني مثل ما مكتوب طبعا الثاني كمان نفس الشيء موجود فيه كل شيء الثالث يعني بيقول انه يعني حظ اكثر واكثر اوكي مثل ما انتم شايفين هون عندنا يعني هدول الاشياء الموجوده كلها يعني كلها موجود كل لف نفس الشيء مثل ما انتم حبايبي شايفين يعني شوفوا الوضع حبايبنا ان شاء الله يعني يبتسم لنا الحظ اليوم ويعني يكون الوضع ريلاكس وكول اوكي الان على الشباب تحت على اليسار هون لا هون عندنا القطعة الالتقاط 25 5 لقطات 100 وفي تخفيض يعني 10 لقطات ليك شباب رح نشتري 10 لقطات التقاطات هذول ولا ما اعرف شو اسمهم حبيبي والله اوكي طبعا شباب اكيد منكم حاسس وشايف عندي 414 جوهره وليكم شباب ان شاء الله يعني بنحاول نشحن شوي شوي شباب عشان يعني فهمتوا علي كيف مثل المرات اللي بتصير معنا بيبقى اخر لفه بيمشي اخر لفه واخر خلص فهمتوا علي انسى سمعني ما راح ادخلكم بالحيط من اول ما بلش قبل ما بلش المقطع ليتس جو معلم ليتس جو نبلش اول لفه اول لفه شو التقاط طبعا هون شباب عندنا هذا السهم نحاول نستهدف هذول السوبر معلم يلا يلا مشان ما نطول معلم ليتس جو روح يا جميل يلا افتح صندوق بيض كل عادة يعني هيا ولتي يلا روح حبيبي والله بسم الله طبعا شباب انا الشباب لهيك شباب اللي عم فاجئ هذا المقطع جهزوا لي حالكم مقعود ظبط كاسه شاي وكم ظبط القهوه والفطور كله مع بعضه معلم لانه مطولين معلم حبيبي والله اوكي بسم الله اوبا لا 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 معلم لا لا كثيرك كثيرك شباب شو عم بيصير يا شباب ولك شو لك او ماي جاد لا 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 انا متفاجئ انا متفاجئ شباب انا متفاجئ يا الله انا متفاجئ شباب يا اخي ولك طلع لي سكي شباب من اول لفه من اول كمان راح اشوف شو بيصير هون حبيبي والله لك شو هاد لك شو عم بيصير يا الله لك عليكم شباب عليكم شباب اوكي يا بوي بالصبح معلم حبيبي والله يا سلام لك شباب السكين لو والله لو متفاجئ شباب اقسم بالله انا من الصبح معلم متفاجئ معلم حبيبي والله يا اخي اول سكين جبتها بكم لقطه معلم اربع لقطات جبت اول سكين شباب حبيبي والله طبعا شباب بالنسبه للحزام هذا اوكي خلينا نهدي الوضع نعمل تحديث معلم نعمل تحديث اوكي نكمل الشباب وجبنا السكين جبته حبيبي والله معلم يا بوي يلا كمان شوف حاول جيب هي اللتمه هي ولا طبعا انا شباب اغلب الاوقات بتعرف يعني بستخدم بلعب يلا نجرب حاول جيب الحذاء او اي شيء شوف حظنا معلم بالباقي هات لنشوف روح يلا هو بسم الله صندوق الزفت يا زلمه يلا مالك اهم شيء السكين عندي شباب السكين عندي هذا اهم من كل شيء معلم اهم من كل شيء يلا روح التقط يلا ليتس جو
حبيبي والله. ايه تمانو عشان انا متحمس كده لحط يعني يعني هذا السكين تسوي تشتري 10 لقطات. اوكي يلا يلا روح. اها بلش يعلق بلش يعلق معلم. فشل الالتقاط روح. قول لي كمان مرة ثواني معلم. ايش في هذا الصندوق معلم هيك عم يعلق؟ في شيء حلو ولا لا؟ يا سلام عليك لك شباب. دخيل الله دخيل الله. او ماي جاد شباب حبيبي والله. نعمل ترفريش. يلا يا الحزاء جبنا الحزاء. لا لا شباب اليوم اليوم اللهم صل على سيدنا محمد. شباب فيرموس صلوا على الحبيب الله يسعدكم. لاول مره شباب لاول مره الحظ عم يبتسم لعليكو. شباب اللي شباب ما بتهمني انا مش قول بسم الله هذه ايش يلا طولنا بلا بسم الله فالكو. اوكي نعمل تحديث. يلا نروح على هذا ال حبيبي والله. السلام عليك جبنا الحذاء البرازيلي شباب. الحذاء البرازيلي حبايبي هيتا مانو. اوكي ما بقى عنا خلينا نشتري 10 لقطات كمان حبيبي والله. ايوه ايوه يلا هي هي معلم. ان شاء الله ان شاء الله اللتمه معلم ان شاء الله اللتمه. صنديق السنايبر ولا شيء. يلا خلينا نعمل تحديث. لو شاب ليس لديك جواهر كافي. لا معلم لا تقلي من جواهر كافي ما في. سنشر راح نشحن شويه جوهر شباب. صدقوني راح اشحن شويه جوهر حبايبنا. اوكي ما راح اشحن كثير تمام بس انه يعني نكمل هذا الوضع. صدقوني راح اشحن راح اشحن تعرف طول ولا عن جواهر. اوكي معلم شحننا تقريبا 650 جوهرة. اوكي نعمل هيك نجي لهون نروح على هذا معلم مش حنجيب اللتمة. طبعا اللتمة شباب اذا جتنا جتنا ما جتنا يعني مش 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 مهمة كثير بالنسبة لي فهمت علي كيف؟ بقول لك يا شباب راح نحاول راح نحاول راح نحاول راح نحاول اوكي راح نحاول نجيب اللتمة ان شاء الله. يلا هي مات يلا صندوق الزفت يا الزلمة شوي يلا بلو لتمة معلم لتمة بربك لتمة بربك روح يلا روح روح معلم روح روح حبوي يا اخي لو كان يعمل لك تخطي او اي شيء هيك كان الوضع كان باللوز. يلا روح حبيبي والله يلا بلو يلا بليز يلا يلا ان شاء الله هي 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 معلم. يا سلام شو هي هيك شو هي هيك ليس لديك. اوكي سوري معلم راح نشتري 10 لقطات تمام. يلا بسم الله هي ان شاء الله هي شباب مع الصبح ان شاء الله يا رب. لا مو هي والله انا شاكك شباب انا شاكك هي اللي راح تعذبني بس ولكن يا شباب مثل ما قلت لكم راح نحاول راح نحاول شوي ما راح يعني نحاول كثير شباب. اوكي نشوف ما شباب بالنسبه لي يعني انه انا حصلت على الشيئين اللي كنت حابب احصل عليهم اهم شيء تمام. يلا التمانو التمانو يلا هي 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 معلم ليتس جو. ما طلعت وال ريفرش ريفرش روح على الثاني معلم رو 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 على اليمين حبيبي والله. يلا بسم الله يلا التمانو مش هي حبيبي والله ان شاء الله ما طلعت. اوكي شباب شباب الصراحه شباب يعني انا بدي اروح باقي شوي اطلع من هذول طولي بالك انا متحمس شباب انه نجرب السكين مع اللي طولي بالك معلم. انا متحمس كثير اجرب السكين تكون امرك للتمن شباب اهم شيء عندي هذا. ثواني شوي والله ثواني شوي نجي على الباقه معلم. وين الباقه راحت وين الباقه راحت يا زلمه وال وين اختفت وين هي يا زلمه ها. يا سلام اتفرجوا لي على هذا المنظر حبايبي عن جد شيء لوز معلم. اوكي حبايبي خلينا نجي لهون ونعمل فتح طبعا راح تكون جرب اشياء اكيد معلم. اتفرج
هذا يا سلام عليك. كن اسطوره. سو يا شباب لازم شباب نعمل لازم نظبطها معنا. افتقد عائله. لازم نظبطها السكين شباب. اوكي شباب اول شيء راح نحط اجرب بس اوكي الحذاء هذا حلو شباب بس ولكن شباب انا عندي حذائي المفضل شباب هذا الحذاء مو كتير يعني واو. ركز معي شباب ركز معي حبايبنا هذا هو الحذاء المفضل حبايبنا السكين صار هيك باللوز معلم. اوكي الان شباب شيل الفقرة الثانية شباب اللي هي المهمة نحط هذا السكين نعمله تزويت. ركزوا معي كيف ركزوا معي حبايبي زا ساكورا يا سلام عليك شي عن جد باللوز باللوز اللوز. اوكي حبايبي الان شو لازم نعمل تخون جهد السكين شباب بل فرج 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 حبيبي والله فرج يعني عن جد شي باللوز عن جد شي باللوز اللوز معلم اشي مرتب اشي مرتب حبيبي والله. يلا خلينا ندخل جلاب السكين شباب هيك شوف كيف الوضع باللعب حبيبي والله يا سلام عليك يا سلام. خلاص شباب هذا سكني راح يكون سكن الاساسي بالنسبه لي شباب خلاص ما اغيره ابدا ابدا. روم معلم روم معلم خلاص ناخذ لهم اثنين بربر معلم هيك على الصفحيات نجي نبربرهم معلم حبيبي والله ليتس جو يلا يا سلام عليك. وين الناس ناضي تيان بزاف بزاف برشا برشا حبيبي والله. وينه معلم وينه 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 يا زلمه انا فايق من الصبح يا زلمه قبل الدجاجه والديك والبلبل والحمام والبطريق. لا انتوا شوي وين كم واحد لا لا انت كمان لا انت يا حبيبي والله انت ما انا بلعب طول بلعب صراحه شباب انا كثير متحمس يعني لليوم العب هذا السكين شباب. يا زلمه يا زلمه من على الصبح هذول معلم ملقلك يا الله ملقلك يا زلمه ملقلك ملقلك ايش هذا يا زلمه. واو انا متت حبيتين اوكي الو يلا باي. اوه دوره اوكي شباب شو صار هون فكرة لقيت ما أعرف شو. أوكي شباب حابب أفرجيكم شيء تاني شباب حابب أكيد أفرجيكم شيء تاني شباب نعمل شوي تغيير سريع بالسكنات. طبعا حبيبي أنا قلت لكم ليش ما يهمني هاي الوشاح هذا لأنه شباب عن هذا عندي هذا تمام بس ولكن شباب الوشاح يعني عن جد هي أسطوري بس ولكن أنا شباب أنا بحب أفضل إني أحط هاي راح أفرجيكم شباب اللي هي راح تعرفوا هي أكيد هي اللي هي هاي. اوكي هيك يا شباب اعطونا لكم شباب بالتعليقات شو هو شو الافضل شباب نركز نخلي سكن الاساسي الاول ام الثاني شباب وما عاد نعمل شيء ما نغير خلاص انا شباب هذا السكن ما راح اتركه ابدا هذا السكن باللوز. حبايبنا الكرام هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير ترقبوا البث مباشر حبايبنا ان شاء الله على الفيسبوك اوكي وحبيبي والله لكم يوم سعيد كم يوم يومكم سعيد اوكي انا مبسوط انا مبسوط لوز اللوز اوكي شكرا على خير السلام عليكم. لا تنسوا حبايبي الله يسعدكم الانستغرام شباب روحوا على الانستغرام مع حبيبي والله سلامات.